أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: من كان عنده عدة أضاحي هل يحلق ويقص أظافره عند أول أضحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، نقول لا يضحي، لا يأخذ شيئا من شعره أو ظفره حتى يتتم الأضاحي، حتى تتم الأضاحي، سواء كانت هذه الأضاحي عن نفسه أو تبرعا، فلا يزال الحكم معلقا أو باقيا حتى آخر أضحية. ونظير ذلك من ولدت بتوأم ما تخرج من عدتها حتى تضع، واضح؟ إلى المرأة قد ولدت بتوأمين وقد مات زوجها فأسقطت، خرج الجنين الأول، هل تخرج من العدة؟ لا، لابد أن يخرج الجنين الثاني، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل هنا مفرد مضاف فيشمل الواحد والمتعدد، بل قال الفقهاء رحمهم الله: إنها لا تخرج من العدة حتى يخرج جميع الحمل. ولهذا قال الحامل، عدة الحامل وضع كل الحمل، يعني جميع الحمل، قالوا حتى لو تقطع في بطنها لا تخرج حتى يخرج جميعا. نعم.